بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة ميديو فيزيكس. اليوم إن شاء الله رح نشرح عن أنواع الأيونايزنج راديشن. قسم العلماء الأيونايزنج راديشن إلى قسمين: بارتيكولار راديشن بالإضافة إلى إلكترومغناطيك راديشن. البارتيكولار راديشن تم تقسيمها إلى قسمين: ألفا بارتيكل وبيتا بارتيكل. طبعا الألفا بارتيكل والبيتا بارتيكلز قادرات على عمل أيونايزنج بروسيس كما تم شرحه سابقا. تعبر عن الألفا بارتيكل بأيونات الهيليوم حيث تحتوي على 2 بروتون و2 نيوترون. يتم إنتاج الألفا فقط من الأنوية الثقيلة، بحيث أن الأنوية الخفيفة لا تستطيع إنتاج الألفا بارتيكل. مواصفات الألفا بارتيكلز أنها تحتوي على ماس ثقيلة وشارج عالي، لذلك تستطيع أن تفقد الطاقة في الوسط المحيط بشكل سريع، لذلك تفقد الطاقة الحركية الخاصة بها للأوربيت الإلكترون بشكل سريع. تتراوح متوسط طاقات الألفا بارتيكلز ما بين 4-7 ميجا إلكترون فولت، وهي قادرة على عمل أيونايزيشن تقريبا 40,000 أتومز بير سنتيمتر في الهواء، بمعنى أن الطاقة سريعة الفقدان. لذلك الألفا بارتيكلز لها رينج قصير جدا في المادة، بحيث أنه في الهواء تقريبا تسير بمقدار 5 سنتيمتر، بينما في السوفت تيشو تسير بمقدار 100 مايكرومتر. هذا يعطي دلالة واضحة على الألفا بارتيكل آمنة ما لم تدخل إلى جسم الإنسان. فعندما تدخل إلى جسم الإنسان يكون الضرر منها كبير جدا، لأنها قادرة على عمل أيونيزيشن في مسافة قليل جدا. احد الاخطار التي تحدث نتيجة الالفا ديكاينج ما يحصل في عنصر الرادون، حيث ان الرادون 86-222 يضمحل خلال 3.82 دايز الى البولونيوم 84-218 تطلقا للالفا ديكاي. طبعا البولونيوم يضمحل خلال 3.10 مينتس الى الرصاص 82-214 مطلقة للالفا ديكاينج. وبهذا يكمن خطر الالفا ديكاينج خصوصا في تأثير على الدي ان اي، لانه طاقة المحمول عليها عالي وتم فقدها في مسافة قليلة جدا في السوفت تيشو. يتم تمثيل البيتا بارتيكلز بالالكترون سالب 1-0 او البوزيترون موجب 1-0. طبعا البيتا بارتيكلز عبارة عن الكترون اميتد من النيوكلاس، وهذا هو الفرق ما بين البيتا بارتيكلز وما بين الالكترون، لان البيتا بارتيكلز يتم انتاجها من النيوكلاس من النواة الذرة، بينما الالكترون يكون موجود في الاوربيتال شيل. الرينج للبيتا بارتيكل اعلى من الرينج للالفا بارتيكل، وقدرة الايونايزنج في الهواء تقريبا several hundreds atom بير سنتيمتر. تنتقل بيتا بارتيكلز في الهواء حوالي 100 سنتيمتر، بينما في السوفت تيشو من 1-2 سنتيمتر. يتم استخدام البيتا بارتيكل في النيوكلير ميديسين خصوصا في علاج السرطانات مثل سرطان الغدة الدرقية، بحيث انه يتم استخدام عنصر الايودين المشع فبضمحل من خلال بيتا بارتيكل الى الاكزانون كما تم شرحه سابقا. النوع الثاني من الايونايزنج راديشن عبارة عن الالكترومغناطيك راديشن. الالكترومغناطيك راديشن يتم تقسيمها الى قسمين: اما اكس راي او الجاما راي. يطلق على كلا الحالتين بالفوتون. طبعا الفوتون من الخصائص الفيزيائيه له تشارجلس اند ماسلس، يتنتقل في الوسط بسرعه الضوء 3·10⁸ متر في السكند. الفرق ما بين الاكس راي والجاما راي ان الاكس راي يتم انتاجها من الالكترون كلاود المحيطه بالنواه، بينما الجاما راي يتم انتاجها من داخل النواه نفسها من النيوكلاس. الرينج للجاما راي والاكس راي unlimited range in the matter، عشان هيك يصعب تحكم بها بالنقيض من الالفا والبيتا بارتيكل. كون انه الالفا والبيتا مشحونات يعني يتم السيطرة عليهم، يتم استخدام شيلدينج المصنوع من الرصاص الوقاية من اكس والجاما ري. وهيك نكون اليوم شرحنا عن الايونايزنج راديشن، الرينج لكل واحد لكل نوع من انواع الايونايزنج راديشن. ولو كنت اول مرة بتتابعنا، اشترك على القناة، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بالتوفيق للجميع.